صراحة فرحان بزاف التواجد ديالي في هذه التظاهرة الفنية الكروية، يعني 100% لتشجيع المنتخب المغربي ديالنا، واي حاجه فيها تشجيع البلاد حنا الفنانين الدور ديالنا هو اننا نكونوا حاضرين فيها. وعندي ثقه تامه ان شاء الله غادي المغرب ان شاء الله غادي ماركي البيت وغندوزوا عن جداره واستحقاق ان شاء الله. الجديد ديال زكريا الغفولي هو اغنيه ان شاء الله غتكون في بدايه شهر غشت، هي اغنيه شعبيه من تراث ديالنا الشعبي، ولكن بريتم شويه جديد ومختلف، نتمنى ان شاء الله يعجب الناس قريبا في شهر غشت. الله. شكرا بزاف على الجمهور ما شايف على كل الاخبار اللي كتنشروا على زكريا الغفولي والحصريات ديالو والتغطيات في الحفلات والمهرجانات، ونتمنى ان شاء الله لكم التالق الدائم. تحيه.